السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناة برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا مراجعة فيلم دول. يا ريت قبل ما نبدأ تعملوا لايك للفيديو، لان ده بيساعد ان هو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واللي حابب المحتوى بتاعي يا ريت يشرفني باشتراك في القناة، عشان عايزين نوصل ل1000 في اسرع وقت ممكن. ويلا بينا نبدأ. قصة الفيلم عن سارة اللي بتعرف ان عندها مرض نادر وايامها معدودة، فبتوافق على تجربة استنساخ ليها، ولكن بتبتدي الامور تتعقد لما بتكتشف ان المرض اللي عندها ده ما بقاش موجود، وبتحاول ايقاف التجربة. من اول الاجابات في الفيلم وهي الفكرة قوية والفكرة مختلفة. احنا شفنا اعمال كتير قبل كده بتتكلم عن الاستنساخ، ولكن الموضوع هنا في الفيلم مختلف وبيناقشها من نواحي تانية مختلفة. وكمان في افكار حلوه جدا بيناقشها الفيلم، زي ان الانسان بيتاثر بالبيئه اللي حواليه وبيتحول لنسخه سيئه منه، حتى لو الانسان ده لسه جديد ولسه نسخه واصله طازه للبيئه اللي هو موجود فيها. وكمان ان الاهل والاحباب لو لقوا نسخه تانية منك، ولكن النسخه التانية دي بتسمع الكلام ومديهم اللي هم عايزينه، ممكن ينفضوا لك عادي، ويعني اللي هم يحبوها اكتر منك ويعيشوا معاها ويسيبوك انت، حتى لو هم عارفين ان النسخة اللي عايشة معاهم دي مش نسخة اصلية منك، لا دي نسخة مستنسخة منك، مش دي النسخة الاصلية. ولكن بالنسبة لهم هم مش مشكلة، طالما النسخة اللي مش اصلية بتاعتك دي يعني مدياهم الراحة اللي هم محتاجينها. يعني هو بيناقش لك ان العيب في الانسان، سواء الانسان ده الحقيقي او دي نسخة منه او اي حاجة، ولكن هو العيب في الانسان، فعايز تشيل العيب شيل الانسان. نروح بقى لطريقة مناقشة الفيلم للافكار دي. الفيلم من اول مشهد ليه هو بيشدك، الفيلم بيحطك على طريق كده من الحماس، وبتبقى عايز تعرف يعني الدنيا دي كلها هتوصل لايه، لان المشهد الافتتاحي بتاعه مشهد قوي جدا. بس بعد كده لما بنبتدي ان احنا نناقش بقى القصة الاصلية بتاعة الفيلم بتاعنا، بنوصل ساعتها هنا لدرجة الاختلاف. دي اللحظة اللي انا اختلفت فيها مع الفيلم. احنا في الفيلم بنتكلم عن فكرة الاستنساخ، بس الاستنساخ في الفيلم زيه زي اي حاجة تانية عادية ممكن تعملها، زي انت تروح تعمل استنساخ لنفسك كأنك رايح تعمل شوبنج بالظبط، اللي هو ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش يعني ايه يعني استنساخ، اللي هو عادي الدنيا حلوه خالص وما فيش اي حاجه، مع ان ده شيء يعني ده استنساخ. انتوا واعيين يا جماعه، ده استنساخ، ده مش حاجه عاديه. لكن الفيلم بيعاملها معامله اي حاجه عاديه، واللي هو ما فيش اي مشكله، والمنظمه اللي بتعمل استنساخ دي موجوده عادي وبتعمل استنساخ للناس، والدنيا حلوه خالص وما فيش اي مشكله. وحتى المنظمه دي احنا يعني ما خدناش كده جنب نشوف المنظمه دي عباره عن ايه، برضو فيلم لم يتطرق للمنظمة دي خالص، شفنا شوية معلومات بسيطة عنها، ما عرفناش ايه اساسها ولا اي حاجة، ولا هي اصلا جانب من القصة معانا. واصلا لحظة الاستنساخ في الفيلم ما بصش عليها، اللي هي عدت لحظة عابرة تماما. يعني انت كأنك بتروح المنظمة بتاعت الاستنساخ اللي موجودة عادي ومفيش اي مشكلة معاها، بتروح تقول له انا سمحت انا عايز اعمل استنساخ لنفسي، بعدين بقى انت بتقول له اه طب ماشي انا هسيب بكره بقى اعدي عليك، لا لا بكره استنى، اقعد بقى اقعد يا عم ربع ساعه وخده معاك وانت مروح. ده بالظبط اللي حصل في الفيلم. حاجه غريبه ان انت بتعمل فيلم عن الاستنساخ، ولكن انت بتسيب الفكره دي اصلا وبتروح تجري ورا حاجات تانية. وانا مش هنكر ان انا ربما حبيت الافكار اللي في الفيلم والحاجات اللي انا اتكلمت عنها في اول الفيديو دي، فعلا انا حبيتها والفيلم عملها بصوره كويسه. لكن الفيلم مدته ساعة ونص، فانت زود لي في مدة الفيلم شوية، وحط لي معلومات عن الاستنساخ، ووريني الاستنساخ ده حصل ازاي، ووريني المنظمة اللي بتعمله دي ازاي بدأت وازاي وصلت لكده. لكن ما تديليش فكرة الاستنساخ وترميني وانا بقى اقعد اتخيل الموضوع مشي ازاي. نروح للأداء التمثيلي بالفيلم. معانا من بطولة كارين جيلين. كارين جيلين واحدة من الناس اللي عندها المقومات ان هي تبقى في مكانة اعلى من اللي هي موجودة فيها، لان هي بتعرف تمثل اكشن حلو جدا، وعندها رشاقة، ويعني بتعرف تعمل حركات اكشن كويس، كانت بتمثل كوميدي وشفناها في حاجات كوميدي كانت برضه كويسه جدا، فعندها مقومات اللي هي تضعها في مكانه اعلى من اللي هي موجوده فيها، وادائها التمثيلي بتاعها حلو. ولكن احقاقا للحق ادائها التمثيلي في الفيلم هنا ما كانش افضل صوره ممكنه، وما كانش افضل حاجه انا شفتها لها، فهي عندها احسن من كده بكتير. يعني هنقول الاداء بتاعها هنا كان مثلا 70% من ممكن هي تجيبه، وكان ممكن توصل اعلى من كده شويه وتبقى احسن من كده شويه، وده نوع جديد انا اول مره اشوفه انها بتمثل حاجه دراميه شويه. يعني الاداء التمثيلي بتاعها كان محتاج يتحسن شويه، وكانت محتاجه تتعصر فنيا شويه من قبل المخرج. كمان معانا ظهور خاص للنجم ارون بول، جيسي بينكمان. يعني والله زمان يا جيسي، والله الحقيقه ظهوره كان بسيط جدا، ما واجهش اي تحديات تمثيليه، وما اقدرش احكم على اداؤه التمثيلي، ولكن الراجل ده اللي عنده معروف، يعني الراجل كفايه ان هو موجود في مسلسل من اعظم مسلسلات في التاريخ ان لم يكن اعظمه، فاللي عنده يعني معروف، واحنا مش محتاجين نتكلم عن اداؤه التمثيلي.
نروح للإخراج، والإخراج هنا التجربة بتاعته مرضية، ولكن في ناس هتواجه مشاكل معاه لأن هو غير مناسب للمشاهدة العائلية إطلاقا. كمان هو فيه مشاهد دموية، بعض الناس ممكن تواجه مشاكل معاها لأنها تبقى مقززة شوية نوعا ما يعني، وهي غير مجريات الفيلم ممكن يكون مالهاش لازمة يعني وعادي. لكن أنا في حتة في الإخراج هي اللي أنا واقف عندها يعني. بصوا يا جماعة، أنا هجيب لكم صورة من الفيلم، هي مفيهاش أي حرق للأحداث لأن هي حاجة عابرة جدا في الفيلم، بس أنا مش قادر أسكت عليها الحقيقة. في الصورة اللي قدامنا دي كده يعني، ازاي ده المفروض ان هو انتحر عن طريق ان هو شنق نفسه؟ فشنق نفسه ازاي في السلم هنا ده اصلا يعني؟ يعني حصلت ازاي الواقعة دي؟ يا ريت حد يوضح لي، يمكن يكون في اي حاجة غايبة عني. يعني انت حضرتك دلوقتي بتشنق نفسك من الدرجة الاولى في السلم، اللي هو انت اصلا هتبقى ساند برجليك عادي، ده يعني انت لو حاولت تقعد حتى ممكن تجيبها. فازاي يعني؟ دي ما مش عارف، ممكن تكون في حاجة مغيبة عني أنا مش شفتهاش. قالت يعني وضحوا لي يا جماعة. فيلم دول هو فيلم موجه يعني لبعض الناس، أنا استمتعت بالتجربة بيه، وأنا بالنسبة لي لا ممكن أنصح بمشاهدته عادي مفيش مشكلة، ولكن هو مش موجه لكل الناس يعني، مش هيعجب أي حد هيشوف. فكرة حلوة وكله تمام، لكن طريقة يعني تنفيذ الفكرة دي ممكن ما تعجبش كل الناس، وممكن أصلا في ناس ياما ما يهمهمش موضوع الاستنساخ والحاجات دي ويملوا من الفيلم من اول ربع ساعه. بس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم ما تنسوناش بلايك وشير ليه، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية اتاكد ان هو مشترك في القناه ومفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل له. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.